انا راني نخلص 400 درهم في العنبابك وتجيني في 400 درهم، تجيني في الماء في تريسيتي فاش تجيني يا العنبابك؟ فاش تجيني؟ وتجد الدوله حقنا 400 درهم فاش تجينا يا العنبابك؟ هذه ماشي حق، هذا ظلم هذا. ظلموا الجزائر، ظلموا شعبها، كسروا القلوب، كسروا الخواطر، هو وصف حال لملايين الجزائريين الذين هتفوا عاليا وسط المسيرات الشعبية الحاشدة عبر مختلف ولايات الوطن: ارفعوا عنا ظلمكم ولترحلوا. ظلموا الجزائري، كلاوا حق الشعب، حقروا الشعب، كلاوا رزق الشعب، يروحوا يقيلونا نصوموا رمضان ترانكيل، يروحوا بركة تسين. أشير إلى أن العصابة قد ظلمت الجزائريين عامة. عصابة ظلمت الشعب، لا لازم يروحوا كاع، حنا نستناو يروحوا كاع. العصابة هذه كلات حق الشعب منذ أمد بعيد، ماهوش غير من اليوم. احنا اليوم واش راه يطلب الشعب الجزائري؟ العصابة هذه تنحى كاع وتحيا الجزائر. والله ما رانا داخلين حتى يروحوا كاع، ما يديروا لنا والو، ما نسحقوا لا انتخابات تاعهم، يروحوا كاع ديكاج، لو سيستيم هذا يروح من 62 وهما يخونوا فينا، ديكاج ديكاج. سياسة الإقصاء والتهميش التي طالت مختلف شرائح المجتمع خاصة فئة الشباب جعلت ملايين الحناجر تصدح عاليا: فلترحل العصابة وليحيا الوطن. ربي يستر.